اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش بنعمل اكل صحي ويخلينا نقفل نفسنا من الغداء او من العشاء او من الوجبه اللي احنا بنتناولها يوميا، لا، احنا بنبحث جوه الاكله، بنشوف ايه الدهون، ايه المكونات بتاعتها، ونبدا نعمل نفلتر من الموضوع ده ونقدمها بقدر الامكان حتى لو بنسبه 50% تكون هيلثي. معانا النهارده كفته. اوبا، كفته النهارده. الفراخ هنعمل كفته الفراخ بالخضار، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالصينيه، حاجه كده ميكس لطيفه من اختراعي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها لطافه، صدور فراخ، معانا تشكيله من الخضار، الكوسه والفلفله والبصل والثوم، معانا شويه عين جمل، معانا جزر، حاجات لطيفه. البرغل معانا هنا هو العصب بتاعها. معانا النهارده طبق مكرونه انا بعشقه، مكرونه خفيفه، لو انا عايز اتعشى والوقت متاخر باكل المكرونه دي، مكرونه بالزبادي، واحب ادعمها بشويه عين جمل او لوز. عين جمل ازاي؟ اللي هو الجوز، بنحمره في معلقتين من زيت الزيتون او بدون تحمير حسب الرغبه، وبنزين بيه الطبق كده ايحاء ان احنا بناكل مكسرات مع المكرونه والزبادي. الزبادي هيلسي، بنشتريه من اي سوبر ماركت، نقدر نديله قوام بواسطه النشا وبياض البيض. معانا عصير النهارده بنهديه لطلبه الثانويه العامه علشان يركزوا ويجيبوا الدرجات التفوق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عصير الافوكاتو باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3 والافوكاتو، كلنا متفقين على ان هو نوع من انواع الفواكه لو احنا عايزينه فواكه، ونوع من انواع الخضار لو احنا عايزينه من الخضار. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل كتير في الحلقه النهارده، وهنقدمها لحضراتكم بطريقه سهله ومبسطه، ولكن عايزه تكتبي على باب الثلاجه يوم الاحد من كل اسبوع على شاشه القناه الاولى الاكل بتاعنا هيلسي. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، معانا المكونات بتاعتنا، اعتقد ان هي موجوده في اي ثلاجه وفي اي بيت. صدور فراخ، معلقتين من البرغل، بصل وتوم، كوسه، خضار اللي موجوده عندك في الثلاجه، سبانخ، مشروم، يعني كل انواع الخضار ما فيش مشكله من ناحيتها. المقادير على الشاشه استاذه رحاب، مقادير كفته الفراخ بالصينيه مع الخضار، مقاديرها على الشاشه. فكرة عمل كبة بالصينية أو كبيبة بالصينية أو كفتة بالصينية، مقاديرها على الشاشة. صدور فراخ، برغل مغسول ومنقوع، معانا طبعا بصل وتوم وكوسة، فلفل ألوان، بهاراتنا ملح وفلفل، شوية زعتر، ممكن نحط شوية حبهان حسب الرغبة. هناخد صدور الفراخ دي نقطعها مع بعض كده، المقادير على الشاشة خلاص زي الفل، تمام. هناخد صدور الفراخ نقطعها، طبعا طالما هتفرميها في الكبه او في الخلاط تحضريها. يعني ايه تحضريها؟ يعني بتقطعيها علشان السكينه بتاعه الخلاط ما يحصل لهاش مشكله، ده الطبيعي. بنشيل ده من هنا كده، وناخد صدور الفراخ يا عم الشيف نقطعها كده في قلب الكبه، سكينتك حاميه، صدور الفراخ تتغسل وهي سليمه. الناس اللي بتقطع الفراخ وترجع تغسلها تاني ده مش كويس، اهم حاجه تغسليه وهو سليم كده، وتنشفيها باما بشاشه بيضة او بمناديل مطبخ، وبعدين تشتغلي فيها زي ما انت حابه، تعمليها بانيه، تعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي كفته حسب الرغبه. هنحط دول هنا مع بعض بالشكل ده كده، ونطحنهم طحنه حلوه كده الاول مع البصل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، نبدا نحط شويه برغل. يا نعم، انا معاكم يا شباب. صوت الخلاط مزعج، معلش. البرغل بنحطه كده، البرغل ده هو العصب بتاع الكفته اللي انا بعملها دلوقتي. تليفوناتنا على الشاشه للتواصل، واسئله كتير ممكن تجيني دلوقتي. ممكن نستبدل بدل البرغل بقسماط يا شيف؟ البرغل يعتبر طبعا من مشتقات القمح الصلب، احنا عارفين البرغل بيطلع من القمح، والفريك القمح الاخضر، فالاثنين سواسيه والاثنين ولاد عم، بس ده قمح مستوي صلب، والفريك بيبقى القمح الاخضر السبله الخضراء. فحبوب القمح الكامله مفيش مشكله منها، قيمه غذائيه عاليه جدا، فوائدها كتير، الياف فعاله وغير فعاله، والحاجات الحلوه اللي احنا كلنا عارفينها.
بنبدا نحط شويه خضار معاه. فين البصل؟ عينيا ناخد البصل ده نحطه كده. انت بتحط ايه يا شيف؟ انا بقى بطوع اعمل الكفته بتاعتي، بصلايه توميه برغل، وبعدين انا هنا خلطت الفراخ فرمتها، فانا هنا مطلوب من الخلاط يقلب الحاجات دي كلها مع بعضيها، بس مش هحط توابل غير لما اطلع الخلطه دي من قلب الخلاط. حطيت بصله ناعمه. ايه تاني ايه تاني يا عم الشيف؟ بس كده زي الفل. هنحط ورقتين نعناع حلوين كده زي الفل اهو، ونفرم كل ده مع بعض. نقلبه تقليبه كده. انا عايز حاجه من الخلاط، عايز اوصل لها وبعدين نشوف هنكمل مع بعض ازاي. عايز اخلط البرغل مع الكفته بتاعتي علشان ما تكشش في قلب الصينيه، لان ده انا هفرتها في الصينيه طبقتين، وبين الطبقتين الخضار اللي انا هشوحه دلوقتي على النار. وانا مع حضراتكم كده سيبقى تاني مره معلش. بعتذر عن الازعاج. هناخد الخليط ده كله مع بعض يا عم الشيف وننزله هنا في قلب الصينيه بتاعتنا، ونبدا نتبله. التوابل دي بقى اختيارك انت. انا بحب البابريكا والزعتر مع بعض، حلو، بتدي سبايسي كده للاكل، تدي له فليفر حلو. دي الخلطه دي زي الفل. حد يقول الخلطه دي فيها اي مشكله؟ فيها دسمه؟ صدور الفراخ لحمه بيضاء امنه، البصل والخضره اللي انا حاططها مفيش مشكله منها. هنبدا نحط البهارات بتاعتنا، شويه كمون، شويه بابريكا، سنه كركم كده حلوه، انا بحب الكركم، كل ما تيجي سيرته لازم اقول فايدته، فايدته مفيده جدا للكبد، ومفيد جدا للكبد، بينقي الكبد، بيحمي الكبد، بينشط الكبد، غير ان هو بينشط الدم. حطيت كده البهارات بتاعتنا زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلب الخليط ده كله على جنب ونسيبها على جنب شويه. بايديا كده عجينها. تقدري تعمليها طبعا مشويه زي ما هي كده، كفته الدجاج زي البرجر، تعمليها زي داوود باشا زي ما انت عايز، دي مرحله يعني، بس انا مش هعملها كده. انا اخدم عليها كده واخليها على جنب عشان لينا واقفه معاها. ده الجديد كده. العجينه معايا جاهزه زي الفل. تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا طاسه على النار شديده الحراره. هاخد الطاسه دي يا عم الشيف واحط فيها شويه زيت زيتون بس، ومعانا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله اهي. دي ضربناها في الكبه، عباره عن كوسه، فلفل، بصل، ثوم، بطاطسيه مبشوره، كل ده في قلب الخضار ده الخشن ده. شفت الخضار ده كده؟ هنخليه على النار. ده خضار انا بشوحه على النار بشويه بهارات كده وادلعه، واحط له كمان معلقه طحينه زي الفل. فكره جديده دي كده اهو، يعني اوميجا 3. عارفين الطحينه منتجات زيت السمسم اهي زي الفل، والطحينه بتدي تماسك له بدل الدقيق، الطحينه بديله للدقيق. شايفين الخضار؟ تاني المعلومه دي يا اخوانا حبايبي السوشيال ميديا، شيف المغازي النهارده استبدل الدقيق اللي هو بيمتص الخضار او الميه بتاعه الخضار اللي هتنزل تبوظ لي الكفته بتاعتي بمعلقه طحينه. ده الجديد، دي الخبره الطهويه هنا بتقول كلامها هنا. ليه يا عم الشيف؟ عشان مش عايز احط دي، لان بعمل بقدر الامكان اكل هيلث النهارده، والطحينه مفيده جدا، يعني اوميجا 3، يعني انا ببني الهرم الغذائي. الخضار هنا زي الفل جاهز، خليه على النار ونشيل ده كده من هنا، وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي واحنا مع بعض. صينيه، صينيه حلوه كده بتاعت الكنافه، فاكرين الكنافه بتاعت رمضان؟ الصواني الالومنيوم اللي بنجيبها من وسط البلد اللي بناخدها ونصدرها للدنيا كلها.
صينية ألمونيوم ثقيلة الحجم، يعني بتكون وزنها تقيل شوية. ناخدها كده، اديتنا طحينة من الأرضية كأن أعمل بسبوسة، وآخد الكفتة دي يا عم الشيف أفرتها في قلب الصينية. ده الجديد، ما حطيتش سمنة، ما حطيتش زبدة، ما حطيتش زيت، حطيت طحينة أستفيد منها. الفليفر بتاع الطحينة ده لما يتعرض للنار دلوقتي مع البهريز بتاع الكفتة مع توابل الكفتة هيقول كلامه. أه زي الفل. أعمل إيه يا عم الشيف؟ بجيب بولة فيها شوية مية زي الفل كده معايا اهو، يسلكوا ايديا من الخلطة ومن العجينة، ده الطبيعي. اه والخضار بيستوي على النار. اللهم صل على النبي. تمام، بايديا كده، وناخد الكفتة الحلوة دي كده اهو، نفرتها كده اهو، ونحطها هنا كده اهو، رقيقة كده خالص اهو اهو. وانا بفرد كده افرد ايديا كده وارفعها لفوق شويه اهو، تاني ايديا اهو، واخد كده الكفته اهو كاني بعمل كبيبه او كبه بالصينيه. كلنا عارفين كبه بالصينيه وكبه مقليه وكبه سمائيه، كبه باللبن اهو. شفت ازاي؟ شفتوا ازاي؟ في ناس حلوين اهو زي الشكل ده كده زي الفل اهو. لسه ما خلصتش، ايدي في الميه، واخد الحته دي كده. الخضار اللي معايا ده كده هفرده في قلبيها دلوقتي. الكفته دي اعملها لاولادك وابحثي جواها كده شوفي ايه اللي ممكن يؤدي لدسامه. مفيش حاجه خالص اهو، كله على عينك يا تاجر. الخضار اخباره ايه؟ ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ اهو معلقه الطحينه هنا عامل عمايلها زي ما بيقولوا اهي اهي اهو. شفت القوام ده كده؟ زي الفل. اخد الخضار ده يا عم الشيف وصلى على الحبيب قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اخراجك عموره. شفت الجو ده كده؟ اللهم صل على النبي. زي الفل. هعمل ايه؟ اوزع بالراحه كده. دي لو دورت عليها في قاموس الطهي في العالم مش هتلاقيها غير على الشيف البغاز. بتجيب الاكلات دي منين يا شيف؟ حب للمطبخ هو اللي بيبدا، وحبكم ليا وكلامكم الطيب ليا. فكركم ايه يعني؟ اهو زي الفل اهو. خلينا ارسمها اهو. عايزين تطلعوا فاصل؟ طب اطلعوا فاصل وهي بتلف بين ايديا كده كفته بالخضار، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الشيف المغازي هيحط الطبقه الثانيه ازاي بعد ما تبرد وندخلها الفرن ونقسمها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنا بقى النقطة الصعبة، احنا لما نيجي نعمل كبة بالصينية أو صينية كفتة بالصينية أو كفتة بالصينية زي إخواننا الشوام، لازم نحط في الاعتبار هنحط الرق التاني إزاي، صعب شوية. فتجيبي ورقتين من الزبدة، ما عندكيش ورقتين من الزبدة تجيبي كيس العيش اللي جابه جوزك امبارح بالليل وهو جاي، افتحي الكيس ده كده وتعيره الصين واستخدميه كده. أنا بوفر لك كل سبل الراحة. حلو الكلام؟ وناخد الخلطة دي كده زي ما هي كده أهي، تعالي اهي زي ما هي كده، ونحطها على الوش اهي. اللهم صل على النبي اهي، ونشيل بالراحه كده، ونفس القصه واحده ثانيه اهي. اديناها زيت علشان ما تمسكش الكفته في قلب الورقه، تنزل بسهوله اهي. الحاجات الصغيره دي على بجد بتفرق في التكنيك وفي الاعداد وفي التنفيذ اهي. ناخد بقيه الخلطه ونحط عليها الورقه دي كده، ده الطبيعي. ونفرتها كده بهدوء معانا ايه فرده تكف الصينيه وجنب الصينيه كمان ونشيل دي كده بالراحه. اللهم صل على النبي. ونشيل ده من هنا كده، وتعالوا نكمل مع بعض القصه. ونمسك بالسكينه ونقطع. حلو، دي عايزها فين يا عم الشيف؟ عايزها هنا. حلو قوي، لسه ما خلصتش. دي عايزها فين يا عم الشيف؟ عايزها هنا.
ده الطبيعي اللي انت تشتغلي بيه كده. ده كده تشيلها كده بالراحه، عشان تشيلها بيه ده لغايه لما بقى في الاخر هتسويها بايدك كده بواسطه شويه ميه. نفس الشغل بتاع الكوبيب اهو. انت لو ترقيها على ايدك طبعا هتبوظ الحشوه، لان الحشوه انا مش عايز احركها من مكانها. شفت ازاي الشغل ده كده؟ لو بتعملي كمان صينيه بسبوسه، اخواننا المصريين اختراع حلو عملوه، شفته انا في بعض المحلات، صينيه بسبوسه محشيه كنافه بالقشطه، يعني الكنافه اللي بايته كسروها وعملوا صينيه بسبوسه وحشوها جوه البسبوسه. فدي فكره حلوه، تعمليها ازاي؟ نفس الطريقه، بتجيبي رقه بسبوسه، شفت انا بعمل ايه اهو، واسويها كده اهو، وتحط رقه كنافه اللي هي بايته عندك في الثلاجه اهو، وتبقى انت عملت صينيه بسبوسه بالكنافه، هي نفس الفكره اهو كده زي الفل. جواها خضار، البرغل هنا العصب بتاعنا، درجة حرارة الفرن هنا يا عم الشيف 200 250 زي ما انت عايزة، عايزة درجة فرن عالية علشان تعمل صدمة نارية، ما تقعدش في الفرن وقت كبير تنزل المية، لازم يكون الفرن شغال مسبقا كأنك بتعملي كيكة زي الفل. بسكينة كده وقطعها، اللهم صل على النبي. تعالي تعالي يا حلوة، كده كده، دي جواها ايه؟ خضار، جواها ايه؟ كوسة، جواها بصل، جواها فلفل الوان، جواها توم. مقدار الكفتة عبارة عن دجاج صدور، برغل، بصل، توم، بهارات، عود نعناع اخضر حلو زي الفل. درجة حرارة دي بقلاوة، بقلاوة عمورة دي، خلي بالك درجة حرارة الفرن عندي 180، هنحط عليها شوية زيت زيتون كده وندخلها الفرن عشان تطلع بتلمع معايا وزي الفل. اهو 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 اه دي بقلاوه. يلا مكانها فين دي بقى؟ صلي على الحبيب قلبك يطيب، سامعكم والله انتوا شطار، انا اخر واحد اتكلم. دي تتحط في ارضيه الفرن بالشكل ده كده يلا نظره الوداع، صينيه كفته الدجاج بالخضار هيلسي بقدر الامكان، بنسبه كام يا عم الشيف؟ يعني نقدر نقول بنسبه 50% مكوناتها، انا استخدمت بس زيت زيتون وبقيه المكونات كلها خضار وصدور فراخ. اخبار الكفته ايه؟ نبص عليها اهي، اللهم صل على النبي. لا الكفته دي تتسجل في موسوعه جينسون والله العظيم، يعني حاجه كده اختراع، اختراع مش مظبوطه في اي كتب طهويه، اللهم صل على النبي. دي بقلاوه يا باشا، بقلاوه عموره، اللي مش هيعرف ان هي من البدايه انا اشتغلت فيها ايه هيقول لك دي بقلاوه. صل على الحبيب قلبك يطيب. ايه الاخبار؟ ما اقولكش. لا السكينه ماشيه فيها زي قلب الحلاوه. مكان ما انا مقطعها من البدايه جواه خضار، جواه خضار. ماسكه نفسها زي الفل لان معايا البرغل هنا حارس مرمى قوي جدا، هو العصب بتاعها. والمفروض تقطعها بعد ما تبرد شوية، بس أنا بوريكي أطرافها المستوية فيها سوائل أبداً، معلقتين الطحينة بيهزروا هنا، أي حاجة على طول تستطح زي الفل بألف أنا وشفا. عملنا مع بعض كفتة بالصينية، وعملناها بالخضار، وعملنا سلطة الجزر إهداء مني كمان لطلبة الثانوية العامة عشان فيتامين سي وتقوي المناعة، وعملنا مكرونة لطيفة، الطبق المفضل ليا من المكرونة في حالة إن إحنا فاتنا ميعاد العشاء، عبارة عن مكرونة وزبادي بتكنيك عالي علشان ما يفرطش معانا. رؤية فن إبداع وأكل هيلسي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.
ترجمة